السلام عليكم. إذا كنتي كتقلب على كيفاش تشري السلعة ديالك من خارج المغرب وخفتي تخلص عليها الجمارك ومصاريف التوصيل، وكتقلب كذلك على المتاجر اللي كتدعم دي دي بي، وبغيتي تأكد فعلا واش هاد المتاجر صادقة، فهاد الفيديو اخويا قديتو على ودك. تبع معايا الفيديو حتى الأخير وإن شاء الله السلعة ديالك غتوصلك حتى لباب دارك وبلا حتى شي مصاريف إضافية. كلشي ولا باغي يشري السلعة من خارج المغرب، وخصوصا من مواقع بحال أليكسبريس، بانغود وغيربيست، ولكن للاسف المغرب فرض رسوم جمركيه كيف كنعرفوا كاملين حتى على المنتوجات الشخصيه، وهذا الشيء علاش الناس ولات كتفكر ألف مره قبل ما تشري. لكن اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش تاخذوا سلعتكم بلا حتى شي مصاريف اضافيه وتوصلكم حتى للدار بلا حتى شي مشكل. فكيف كتعرفوا كاينين بعض المتاجر فالي اكسبريس كيدعموا اتفاقيه دي دي بي، بحيث ان البائع كيتكلف بجميع المصاريف الاضافيه اللي غتزاد على المنتوج، بحال مصاريف الشحن والتوصيل ومده التخزين، وكذلك المصاريف الجمركيه الا كانت هذه السلعه ضروري تخلص عليها الجمارك. يعني انت كتعرف غير تخلص في الموقع والمنتوج يوصلك حتى لباب دارك بلا حتى شي مشكل. ولكن المشكل اللي واجهه الاصدقاء هو ان بعض البائعين كتواصل معهم وكتسولهم على دي دي بي، وكيجاوبوك فعلا باللي كيدعموا دي دي بي، ولكن ملي كتوصلك السلعه ديالك للمغرب كتفاجئ بمصاريف اضافيه. وهذا الشيء علاش درت لكم اليوم هذا الفيديو، باش نوريكم كيفاش تعرفوا فعلا واش المتجر صادق ولا غير كيتفلى عليكم. فاول حاجه الا ما فيك ما تصدع راسك، دخل المجموعات ديالنا في واتساب تيليجرام والفيسبوك، وتما اي منتوج حطيناه وبانت ليك في الديسكريبسيون ديالو يدعم دي دي بي، فخذو بعينك مغمضين حيت حنا تاكدنا فعلا قبل ما نحطو ليك المنتوج. ولكن بشرط فاش تبغي تشري هذا المنتوج اختار كطريقه ديال الشحن الي اكسبريس فيا ستاندر شيبين. فبهاد الطريقه ديال التوصيل كيجيك المنتوج مع السبيد اف وما غتخلص عليه والو، ولكن الا اخترتي شينا بوست او لا اي طريقه اخرى من غير سبيد اف، فغتفاجئ باللي المنتوج ديالك غيجي مع البوسطه وغتخلص عليه شي مصاريف اضافيه اخرى. اما الا كنتي باغي منتوج اخر وما لقيتيش عندنا في هذه المجموعات ديالنا، ما عليك سوى تدخل للموقع وتطبق هذا الشيء اللي غنشرح لك دابا. دابا حنا في الجروب ديالنا في الفيسبوك اللي هو اليكسبريس ماروك في اي بي، مثلا انا حطيت هذا البوست هذا فيه متجر يدعم اتفاقيه دي دي بي نحو المغرب، سماعات بلوتوث وكذا كذا، ها الصوره وهذا هو الرابط. كندخل للرابط ديالي. الطريقه هي اللي غتحاولوا ديروها في جميع المتاجر اولا المنتوجات اللي بغيتوا تاكدوا فعلا واش كيدعموا دي دي بي المغرب. اذا غادي ننزل، لاحظوا معايا هنا شوف شحال من باكي كيبيع، يعني كيبيع بزاف ديال البياسات وكيدعم دي دي بي، يعني واخا تاخذ حتى 10 من عنده فما تخاف والو من الديوانه. ولكن حذاري خوتي، انا كنفضل ناخذ 5 ونتسنى واحد السمانه ونعاود ناخذ 5 اخرين باش كنتجنب حتى داك 1% ديال الريسك. اذا اول حاجه غادي ندير غادي ننزل، تلقى هنا الريفيوز اللي خلاوه الناس، يعني التقييمات اللي خلاوه الناس على هذا المنتوج، كندخل ليها. من بعد هنا لاحظوا معايا بزاف ديال الناس عطاو 5 ديال النجوم، اذا هذا المنتوج راه زوين والكاليتي ديالو زوينه وحتى التعامل مع البائع زوين. اش كندير دابا؟ ما كيهمونيش انا هاد التعليقات اللي خارج المغرب، غنجي هنا وغادي نختار only from your country، هذه هي اللي كتعطيني التعليقات الخاصه بالمغاربه فقط وهما اللي كيهموني. اذا كيف كتلاحظوا معايا اخوتي، هذا خدا في 2022 في 16 ديسمبر، ما تيهمنيش، غادي نحاول نشوف اخر التواريخ اللي وصل فيهم هذا المنتوج وحطوا فيهم الناس التعاليق باش كنتاكد فعلا باللي هذه الفتره اللي غناخذ فيها المنتوج ما غيكون عندي حتى شي مشكل حتى انا. اذا هذا خدا في 27 فبراير 2023، يعني تقريبا عندنا اليوم في لوكات 3، اذا تقريبا هذا شي 5 ايام ولا 6 ايام باش خدا هذا المنتوج. اذا قال لنا باللي هذا جود برودكت ثانك يو سيلر، وقال لنا بلي راه وصل في 33 يوم. اذا هنا كنستنتج بلي المنتوج ديالي غيوصل تقريبا في مده نتاع 33 يوم، وكذلك بلي هذا غادي ناخذه وما غادي نخلص عليه حتى شي حاجه. لاحظوا خدا جوج، كون كان هذا الشخص هذا خدا هذا المنتوج وخلص عليه شي حاجه تلقى هنا واحد الباد ريفيوز، يعني كتلقى صاحبنا اللي خدا هذا المنتوج دار بلي راه خلص عليه هنايا الديوانه او لا التوصيل. اذا كيف كتلاحظوا اخوتي، كاع الناس اللي خداو من المغرب لاحظوا معايا هذا خداه بين 15 حتى 25 يوم فاش وصلوا، وشوفوا شحال من بياسه خدا، 2 4 6 8 10. هذا السيد هذا قال لك تقداو من هذا السطور هذا راه كيدعم دي دي بي للمغرب، وراه وصلوا تقريبا بين 15 حتى 25 يوم. اذا ملي كنشوف بحال هذا التعليق هذا وهذا
الشخص مأكد لنا باللي هذا كيدعم دي دي بي 100%، فهنا كتاخذ انت مغمض عينك لانك تكون متاكد 100% باللي غادي يوصلك المنتوج بلا ما تزيد تخلص عليه حتى شي ريال. ولاحظوا معايا اخوتي هذا راه تقريبا 10 ديال المنتوجات اللي خدا، وبالتالي هذه هي الطريقه اخوتي اللي كتقدروا تعرفوا بها باللي فعلا هذا السطور هذا والبائع كيدعموا دي دي بي. اذا هذه هي الطريقه اخوتي، دائما جيو لهاد الريفيوز نتاع الناس، اختاروا الكونتري ديالكم، حنا بالنسبه لنا المغرب، شوفوا هاد الناس التقييمات اللي كيديروا، ودائما شوفوا التقييمات اللي كيكونوا في لادات قريبه لادات اللي نتوما فيها. اذا هذه هي الطريقه باش كنعرفوا باللي فعلا هاد السيلر يعني كيدعم دي دي بي وما غاديش يتفلى علينا ونصدقوا مخلصين مصاريف اضافيه اخرى. وكاين واحد الحاله اخرى، مثلا انا عجبني هاد المنتوج، كندخل مثلا ليه وغنزل الريفيوز التقييمات، هنا غنختار only from your country، هنا ما طلعوا لي حتى شي تعاليق ديال الناس اللي خداو من المغرب، وبالتالي كنعرف بلي هذا المتجر ما تقدم منه حتى شي مغربي ولا تقدم منه شي مغربي وما حطش الريفيوز ديالو. اش غندير هنا؟ عندي جوج ديال الحوايج. اول حاجه غادي نجي وغادي نكتب لهذا السيلر هذا يعني هذا البائع، غنكتب ليه واحد الرساله واش كتدعم دي دي بي. كيفاش غندير باش نصيفط ليه رساله؟ اذا اش غندير دابا؟ غنجي وغنكونتاكتي السيلر ديالي يعني البائع، غنصيفط ليه رساله واش كتدعم دي دي بي. غنجي هنا الستور ديالو، هنا كتطلع ليا كونتاكت ناو، كندخل هكا. اذا هنا كيطلع ليا المنتوج اللي بغيت نسول عليه، وهنا كيطلع ليا البلاصه اللي نكتب فيها الرساله. الرساله كتكون سامبل، مثلا هاي دو يو سبورت دي دي بي، وكنصيفطها ليه وغنتسنى حتى يجاوبني. ملي غادي يجاوبني ديك الساعه انطلاقا من الميساج اللي صيفط ليا غنعرف واش هو كيدعم دي دي بي ولا ما كيدعمهاش. ثم الحاجه الثانيه اللي كندير انا شخصيا هو كنجي كنكوبي هذا العنوان هذا، كنجي لاليكسبريس وكنطابي العنوان، كندير اونتري باش كنقلب على جميع المنتوجات اللي كتشبه المنتوج اللي بغيت. وهنا كنحاول نشوف المنتوج اللي واخدين منه بزاف ديال الناس، هنا عندي 201، هنا عندي 1500، اذا هذا غالبا غنلقى فيه ريفيوز ديال المغاربه. غندخل ليه وغادي نشوف الريفيوز ديالو، غنزل تحت الريفيوز وغادي نحاول نختار only from your country. هنا كيطلعوا ليا جوج ديال المغاربه داروا تقييم لهذا المنتوج، كناخذ اخر واحد هنا عطيه 5 ديال النجوم، كذلك هذا الشخص حتى هو عطاه 5 ديال النجوم. اذا هاد الناس هادو ما ريكلاماوش وما كتبوش باللي خلصوا شي مصاريف اضافيه، اذا كيكون عندي واحد الاحتمال كبير باللي هذا المنتوج ملي غادي نجيبو ان شاء الله ما غاديش يكون عليه حتى شي مشكل. اذا هادو هما جوج ديال الطرق اللي كندير انا شخصيا الا كنت واقف على شي منتوج وبغيت نشريه. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، والا كان خويا اختي هذه هي اول زياره لك للقناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم بحال هاد الفيديوهات نتوما الاولين.